كمحمد، يمكن الفوارق كبيره جدا بين الفريقين. يعني احنا لو بصينا الارقام كده هنلاقي ان النادي الاهلي اكبر فوز، نادي طنطا اقل فوز. النادي الاهلي اكبر عدد اهداف مسجلها، نادي طنطا اقل عدد اهداف مسجلها. النادي الاهلي اقل عدد اهداف داخله في مرمى، نادي طنطا اكبر عدد اهداف داخله 47 هدف. وبالتالي النادي الاهلي اكبر عدد من النقاط ونادي طنطا اقل عدد من النقاط، والنادي الاهلي على قمه الجدول ونادي طنطا في قاع الجدول في الديل. انا دايما بقول او احنا دايما بنقول في الكوره مفيش ماتش سهل وماتش صعب. ما هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم، ولكن انا شايف من وجهه نظري كده ان الماتش سهل نسبيا للنادي الاهلي. لا لا خالص. بص انا لما بصيت في الجدول وحضرتك يعني خدت مني الحته اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، اقوى خط هجوم انت فكرت نفس التفكير اللي انا بفكره. اقوى خط هجوم 66 قدام اقوى خط او اضعف خط هجوم في الدوري كله هو طنطا 17 هدف. اقوى خط دفاع برصيد 8 اهداف بس الاهلي تلقى شباكه 8 اهداف في طنطا 47 هدف، اضعف خط دفاع. مظبوط. والجدول طبعا طنطا ترتيبه 18 زي ما قال الكابتن علي مهيوب تاكد هبوطه، والاهلي طبعا فاز بالدوري وبرصيد 76 ولسه كمان عنده يتبقى مباريات يقدر يزيد من الرصيد بتاعه. هنا حلاوه كره القدم. عشان كده شوف انت النهارده فرق كبير جدا، فرق 16 فريق ما بين الفريق الاول والفريق ال 18، لكن لو النادي الاهلي واللعيبه مش متجهزه نفسيا واللعيبه نازله فاهمه ان المباراه دي مباراه قويه، لان احنا زي ما قلنا وزي ما حضرتك قلت في المقدمه، عملت مقدمه جميله جدا، قلت ان الاهلي اي مباراه محسوب عليها سواء وديه سواء رسميه سواء بيلعب في بطوله فاز بيها وبيكملها ايا كان، اي مباراه محسوب على النادي الاهلي، ومن هنا لازم لعيبه النادي الاهلي من اول ما الحكم يصفر ومن تسخينهم لازم يعني يبقوا واعيين تماما ان المباراه مش سهله. طنطا عندها دوافع، عندهم واحد ما عندهمش ضغوط بيلعبوا بدون ضغوط خلاص هم تاكدوا بطهم، اتنين ان بيعرضوا نفسهم كل لاعب عايز ممكن يجي له عرض كويس ممكن يروح نادي يبقى في الدوري الممتاز، رقم ثلاثه ان 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 بيلعب قدام النادي الاهلي عايز يثبت نفسه قدام النادي الاهلي، عايز هو بيلعب كوره وبيلعب دوري ممتاز وممكن بعضهم هينزل مع الفرقه يلعب ممتاز بيه. بس النهارده هو بيلعب قدام البطل فعايز يقيس نفسه، انا النهارده بلعب على مين؟ على علي معلول، عايز اشوف ايه مستواي فين؟ طب هل انا فعلا يعني بعيد ولا ايه ممكن اقدر اشتغل مع علي معلول؟ نفس الكلام مع محمد هاني، اللعيبه النجوم الكبار دول هتلاقي النهارده طنطا مموته نفسها الروح القتاليه، ودي حاجه معروفه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي وبالنسبه لمسؤولين النادي الاهلي ان اي فريق بيلعبهم بتبقى النقطه كمان اللي عايزين ناكد عليها النهارده ان كهربا بيبدا لتاني مباراه في عندنا بعض اللاعبين من التشكيل، انا طبعا مش هخش في التشكيل لاحقا، خلينا بس نقول ان في بعض اللعيبه واخده فرص النهارده من الاول ودي حاجه يحيي عليها طبعا مستر فايلر انه بيحاول يجمع اللعيبه عشان تبقى على مستوى بدني وفني متقارب جدا عشان يتم بعد كده يعني يقدر تساعده بعد كده في التشكيل في اللقاءات القادمه ان شاء الله.